1.5. إذن غادي نجي وغادي نرسمو مستقيم عمودي على محور الأفاصيل وكيمر من نقطة 1.5 اللي هي 3/2، وغادي نرسمو بحال هكا عمودي المستقيم في هذه الحالة المقارب دو المعادلة x يساوي 3/2. نتكلمو دابا على المقارب المائل اللي حتى هو مرتبط بواحد النهاية اللي هي النهاية ليميت عندما يؤول x مثلا في زائد ما لا نهاية ديال f لي x ناقص بين معقوفتين ax زائد b تساوي صفر. دونك الى لقينا هذه النهايه اف لي اكس، احسب النهايه، السؤال عاده احسب النهايه ديال اف لي اكس ناقص 3x زائد 2، ثم استنتج ثم اول هندسيا بون حنا كنحسبوا النهايه كنلقاوها تساوي صفر. اذا كنستنتجوا ان سي اف يقبل مقاربا مائلا هنا عند زائد ما لا نهاية معادلته y يساوي ax زائد b، بحيث a كيكون معروف و b كيكون معروف. مثلا إلا جينا نعطيو مثال، إلا خدينا مثلا y يساوي 3x زائد 4 مقارب مائل، دونك عندنا المعادلة ديال هذا المقارب. دونك غادي خصنا نقطتين. دونك هي الفكرة اللي قلنا قبيلة، x يساوي واحد صفر، x يساوي واحد، نخرجو y من هنا غتعطينا y تساوي 4، وهنا غادي تعطينا y تساوي 3 × 3 زائد 4 هي 7. دونك غادي خصنا نرسمو نقطتين، الأولى فيها الإحداثيات 0 4، والثانية عند الإحداثية ديالها هي 1 7. دونك هنا باش يقدني خصنا ناخد غادي خصنا ناخدو هنا صغير، دونك ناخد هنا واحد غيكون هنا، ناخد هدا هو جوج، يعني هنا 4، يعني هنا 6، يعني هنا 8. دونك نفس الفكرة، ناخد هنا جوج 4 6 8، ونديرو النقطتين. الوغ النقطة الأولى 0 4، يعني الأفصول ديالها هو 0 والأرتوب ديالها هو 4، دونك هي هاد النقطة ديال النقطة أ. النقطة ب الأفصول ديالها واحد، واحد اللي كاين هنا بين 0 و 2 في المنتصف، والأرتوب ديالها هو 7، يعني غادي تجينا هنا، غادي تجينا هنا. عندنا النقطتين، إذا نقدروا نرسموا المستقيم اللي كيدوز منه اللي غادي يكون هو المقارب المائل ل سي اف. ومثلا هنا غادي يكون عندنا سي اف كيقرب من هذا المقارب ذو المعادله y تساوي 3x زائد 4، بحالاش يقدر يجي من اليسار، دونك غادي وتقرب ليه بحال هكا، اولا يجي من اليمين، فهاد الحاله غادي يكون تقرب ليه في هذا الاتجاه، يعني غادي وتقرب ليه. هنا نكمل هذا، دونك هنا غادي وكيقرب،
هنا ما رسمتوش، ولكن غادي يكون يا اما غادي يجي من اليمين يا اما يجي من اليسار. دونك غادي يجي بحال هكا، الا جا من اليمين الا جا من اليسار يجي بحال هكا وكيقرب منه. دونك دائما ردوا البال انهم بالنسبه للمقاربات راه كيقربوا ما تيلصقوش فيه، كيقربوا. اوكي دونك شفنا دابا بالنسبه للمقاربات. الوغ واش كاين شي حاجه اخرى ما تفهم في هذا الشيء؟ لا، خاص هاد الخصائص هادي وهادي وهادي يتحفظوا، ما كاينش حاجه اكثر من هادي. دونك عندو ما كاينش حاجه اخرى نعياو وما نقدروا نحاولوا نقولوا راه هاد الشيء خاصو بزاف الوقت، ولكن راه ما خاصوش. خاصنا نحفظوا ان مقارب افقي ليميت ديال اكس زائد مناقص ملان ديال اف اكس يساوي بي. مقارب عمودي خصنا نعرف ونحفظوا النهايه ليميت عندما يؤول اكس الى ا ديال اف لي اكس خصها تكون زائد ولا ناقص ما لا نهايه. بغينا مقارب مائل خصنا نحفظوا النهايه ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال اف لي اكس ناقص ا اكس زائد بي تساوي صفر. راه الا عندنا هادي عندنا هادي، الا عندنا هادي عندنا مقارب عام، الا عندنا هادي راه عندنا مقارب افقي. مالوروزمون ما كاينش طريقه اخرى. دونك نكملوا شنو المقاربات. غادي ندوزو دابا الفروع الشلجمية. الوغ الفروع الشلجمية اولا الفروع اللانهائية، ايضا فروع اللانهائية. الوغ هنا عندنا مجموعة ديال النهايات اللي خاصهم يتحسبوا، ماشي وحدة، كاين واحد ثلاثة ولا أربعة اللي خاصهم يتحسبوا. الوغ باش يكون عندنا فرع لا نهائي خصنا أولا نحسبوا النهاية عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال إف لي إكس. عادة هادي هي غنلقاوها زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، هذا هو الشرط الأول باش يكون عندنا فرع لا نهائي. منين كان نحسبوا هذا وكنلقاو زائد ولا ناقص ما لا نهايه كيعطينا الخدمه، يعني خاصنا نحسبوا نهايه اخرى من هذه. خاصنا نحسبوا نهايه اخرى اللي هي ليميت ديال اف لي اكس على اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه. وعلى حسب اشنو خرج لينا في هذه النهايه غادي نخدمو. الوغ غادي ناخذ يا اما غادي نحسبو هذه النهايه وتخرج لينا عدد ا حقيقي، جوج ناقص ربعة ناقص ثلاثة ناقص جذر ثلاثة أربعة اكسترا، او لا غادي تخرج لنا النهاية تساوي صفر، أو لا غادي تخرج لنا هاد النهاية تساوي يا إما زائد ما لا نهاية يا إما ناقص ما لا نهاية. ألوغ إلا خرجت لنا زائد ولا ناقص ما لا نهاية أشنو كتعطينا هنا؟ هذا كيعطينا ان سي اف يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الاراتيب، يعني ان سي اف غادي يكون غادي في الاتجاه ديال محور الاراتيب هنا. يعني عندنا هنا محور الاراتيب والسي اف غادي يكون غادي في الاتجاه ديالو، ماشي مقارب، يعني ما غاديش يمشي بحال هكا، ماشي مقارب، ولكن غادي يكون غادي في الاتجاه ديالو بحال هكا، غادي للفوق في الاتجاه بحال هكا. لا هذا ما خدامش لان هذا غادي في الاتجاه ديال المحور الافاصيل.
دونك يكون عندنا مثال يا اما غادي بحال هكا اليمين ديال او ايغريغ او لا يكون غادي على اليسار ديال او ايغريغ غادي بحال هكا مثلا غادي في هذا الاتجاه ما كيقربش منه ولكن في الاتجاه ديالو. الحالة الثانية هي ان نحسبه ونلقاو ليميت ديال اف لاكس على اكس تساوي الصفر. الوغ في هذه الحالة غادي يكون عندنا ايضا فراشة الجميع غيكون عندنا سي اف يقبل فرعا شلجميا اتجاهه هو محور الأراتيب ماشي الأراتيب ولكن الأفاصيل الأفاصيل ملي كيكون زائد ما لا نهاية كيعطينا الأراتيب ملي كيكون صفر كيعطينا الأفاصيل وسهلة أنا باش تعقلوا عليها أن صفر في الصاد والأفاصيل فيها الصاد دونك إلا مشى لصفر راه الأفاصيل مشى لزائد ما لا نهاية راه غادي يكون الأراتيب ألوغ نجيو نشوفو كيفاش غادي يكون هاد سي إف سي إف دونك غادي في الاتجاه ديال المحور لا أفاصيل دونك غادي يكون غادي بحال هكا مثلا يعني غادي في الاتجاه ديالو يا إما من الفوق يا إما من التحت في الاتجاه ولكن ماشي بحال هذا. لاحظتوا دابا الفرق بيناتهم هذا فرع لليمين فرع شل جامي اتجاهه محور الأراتيب يعني او ايغريك هادو في قراب غاديين في الاتجاه ديال او ايغريك هاد الاخر راه هو فرع شل جامي اتجاهه محور الافاصيل يعني او اكس وكيبان لنا ان سي اف راه غاديين في الاتجاه ديال او اكس. نكملو هنا الوغ لقينا اف لي اكس على اكس تساوي ا يعني عدد. الوغ في هاد الحالة غادي خصنا نحسبو واحد النهاية اخرى اللي هي ليميت ديال اف لي اكس ناقص ا اكس وعلى حسب هاد النهاية دائما لاحظتو دائما هنا خدام في زائد ما لا نهاية من بعد غادي نتكلم على ناقص ما لا نهايه. ليميت ديال اف لي اكس ناقص ا اكس يعني هاد ال ا مثلا لقينا 4 غتكون اف لي اكس ناقص 4 اكس. فاش غنحسبوا هاد النهايه غادي تعطينا واحد العدد يا اما عدد حقيقي يا اما زائد ولا ناقص ما لا نهايه. الا غادي ندير هنا الا عطاتنا زائد او لا ناقص ما لا نهايه الوغ هنا غادي يكون فرع شل جميع اتجاهه المستقيم ايغريك يساوي ا اكس يعني الا لقينا قلنا ا غادي يكون اتجاهه المستقيم ايغريك يساوي 4 اكس. ما كانتش زائد ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه شنو غادي تكون؟ غادي تكون عدد غادي نسميوه بي حقيقي. الوغ هاد الحاله الا كان عدد حقيقي غادي يعطينا مقارب سي اف يقبل مقارب بالنسبة لنا مقارب مائل معادلته
y يساوي ax زائد b. دونك هنا في هذه الحاله وهذه الحاله اللي شويه كتاخذ